السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رحبوا بكم في القناة ديالكم، ونتمنى لكم إن شاء الله تقدموا معنا أوقات طيبة وسعيدة، ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نصوب لكم بيتزا رائعة، بيتزات انديفيدويل رائعين إن شاء الله. نتمنى منكم تردوا معي البال وتشوفوا الطريقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم دائما تشوفوا الوصفة وتطبقوا، وغادي تحصلوا على نتائج رائعين بإذن الله. اليوم ان شاء الله عندي واحد 800 غرام ديال الفرص، زيت الزيتون، عندنا شويه السكر، ملعقه ماشي عامره كبيره ديال السكر، واحد 15 غرام ديال الملح، واحد 20 غرام ديال الخميره، عندنا مطيشه ديالنا مقطوعه، حاولنا نسوسوها ونحيدوا لها داك الحبوب، ما يكونش فيها بزاف الحبوب، ماشي هو غاديش يكون فيها كامل، يكون فيها. وعندنا هنا مقطوعه، ودرنا لها الملحه، ودرنا لها البصله المجففه، ودرنا لها الزعتر، ودرناها زيت الزيتون، خليناها رقدناها بحال هكا بحال هكا كما كتشوفوا فيها السنه من الماء. هنا عندنا واحد ربعه البصلات، البصلات مشلضين، شلضناهم ماشي قطعناهم مرصوات باش تبان في البيتزا ديالنا، وشوحناهم بشويه د الملحه فوق النار بالزيت العود ان شاء الله. هذا الشيء اللي درنا في البصله. هنا درنا مرصويات د الموتزاريلا، قطعناهم مربعات على هذا الشكل. هنا عندنا شويه د البصل المجفف، هذا الشيء اللي عندنا في البيتزا ديالنا. بيتزا بسيطه مي يعني من اللذه ديالها ان الانسان ياكلها، يبغي ياكل وحده اخرى، يبغي ياكل وحده اخرى، لانها رائعه 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 بمعنى الكلمه. ما فيهاش الحوت، ما فيهاش اللحم، ما فيهاش الدجاج، ما فيها حتى حاجه من هذا الشيء، مي غير بمطيشه والبصل والموتزاريلا، غادي ناكل واحد البيتزا في الكو توب. وفي العجين، عجين توب، ردوا معايا البال. العجين، العجين ديالنا غادي نجنوه، غادي نخليوه على الاقل على الاقل تيخمر مزيان، تيخمر مزيان. هذا سر باش جينا البلاطات ديالنا رطبه جيدا، كتجي رطبه وتجي رائعه. نمشيو مباشره للعمل ديالنا، ناخذ الفرص، نديرو الخميره، نديرو الملحه، نديرو السنيده، نديرو زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون مقدار واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. هنا ان شاء الله نعجنوا العجينه ديالنا، نديروا شويه ديال الماء دافي، تبان العجينة ديالنا هي جمعات، نطفيو عليها ونخليوها في هاد سميتو، نغطيوها ونخليوها في هاد العجانة فاش عجناها، يعني حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. هانتوما شوفوا معايا الحجم ديالها دروك، ملي غادي نخدمو بها غادي يكون ضاعف الحجم ديالها أكثر من مرة. العجينة ديالنا هي خمرة، كنخليوها تخمر يتضاعف الفوليوم ديالها، خاصها تجي خامرة مزيان. هنا ان شاء الله غادي ناخذ العجينة ديالنا، نقطعوها على شكل كريات كبار شوية، باش نديرو دي بيتزا انديفيدويل. هكا كنحطو في الطاوة، كنجيبو المول على قد الفورمة اللي بغينا نديرو منها البيتزا ديالنا، كنحاولو نقدوها على هاد الفورمة اللي درنا، باش نعطيوهم واحد الشكل، شكل واحد هكا، فورمة واحدة، أو نسرحوهم إلا بغينا غير نحطوهم، نحطوهم ماشي مشكل. حنا غير قلنا حتى المنظر يعني يجينا زوين. هانتوما هكا
الذهب يديكم بحال هكا، ومن الاحسن نخليو لها هاد البلاصه باش نعرفوا البلاصه اللي نعمروا الوسط ديالنا، نعمروه ندهنوا من الجناب بحال هكا غير من الجناب باش اللون ديال الجناب يعطينا لون زوين. شويه البصل من التحت، شويه البصل الوسط، نديرو هكا هكا ثلاثه د المطيشات هكا، وثلاثه د الجبنات بحال كوندغ طوال الجبن. هنا كنديرو البيتزا ديالنا في الفران، الفران 200 درجة، كنطفيو الفرفارات يعني نشعلو غير الفوق والتحت، نديرو 200 درجة فاش نطيبو هاد البيتزا ديالنا. ملي كطيبوها كنديرو عليها واحد المرصو ديال الجبن، أي نوع ديال الجبن، أي نوع كتحبوه. طبعا هذه هي البيتزا ديالنا الرائعة، نتمنى منكم تجربوها، جربوا هذه العجينة، راه عجينة ممتازة، راه بحال العجينة ديال المارغريت اللي صوبنا لكم إن شاء الله في القناة ديالنا. هذه شحال هذه؟ واحد عام هذا. عجينة ممتازة، بيتزا ممتازة، شهية جدا، لذيذة جدا، لأنها إن شاء الله مكونة من مطيشة والبصلة و يعني الموتزاريلا. هذا هو العجينه ديالها، حنا زدنا شويه الجبن من فوق، اللي بغى يزيد شويه الجبن يمكن ليه يزيد واحد الملعقه صغيره ديال الجبن فوق البيتزا في الوسط ديالها، والبصل بطبيعه الحال كتجي زوينه. النسيم كيكون بالزعتر وبالبصل الجاف وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه، يعني داكشي طبيعي 100% وجيده 100%. جربوها 100%، نجح معكم ان شاء الله 100%. نتمنى لكم كل التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.